يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، يا مساء الهنا. يا رب نكون كلنا بخير، كل سنة واحنا طيبين. بمناسبة الشهر الكريم النهاردة هنعمل سلطة تنفع مع المشويات وتنفع مع جميع الأكلات، بس خاصة تنفع مع المشويات أكتر. هنا عندي طحينة، ده تقريبا نص مج أو مج صغير، تمام؟ يعني مقاديرك، يعني اعملي مقاديرك حسب الكمية اللي هتاكل. يعني لو الكمية كتير هتاكل مثلا ازيد من 5 افراد اعملي مج، اقل من 5 افراد يبقى تعملي نص مج، مجات من العادية اللي هي بتاعت الشاي دي، تمام؟ هنا عندي مج طحينة هنركنه بس على جنب دلوقتي، انا حطاه في البولة دي الكبيرة عشان خاطر نشتغل فيها، تمام؟ هنا عندي عود بس كزبرة خضراء وعود شبت، تمام؟ هنا عندي معلقة صغيرة من بتاعت الشاي مستردة، تمام؟ عندي هنا كوباية زبادي من اللي هي العادية، علبة الزبادي الصغيرة. هنا عندي 3 فصوص ثوم مفرومين أو متقطع كده قطع، أنا بحبه متقطع. عندي هنا نص مج خل، تمام؟ عندي هنا عصرة ليمونتين أهو، وعندي هنا البهارات بتاعتي عبارة عن كزبرة وفلفل أسود وزعتر وملح، تمام؟ خد بالك من الملح بس عشان المستردة، تمام؟ هنا عندي فلفل اخضر متقطع حتت صغيره جدا، وخياره متقطعه ناعم جدا، وقطعه بروكلي، تمام؟ هنا ممكن تحطي كل الخضروات اللي انت عايزاها، ممكن تحطي بروكلي، ممكن تحطي فلفل الوان، ممكن تحطي جزر زي ما انت عايزه، تمام؟ هنعمل ايه بقى؟ كل المكونات دي هنحطها على بعض. ادي هحط الطحينه اهو، شايفين؟ ان شاء الله تكون الرؤيه واضحه. هنحط كل المكونات، ادي الليمون وادي الثوم اهو. الثوم لما بيكون متقطع كده بيدي طعم احلى، والخضره كله مع بعض. وهنا المستردة، المستردة دي هتديكي طعم حلو جدا، بس ما تحطيش اكتر من معلقه صغيره، معلقه الشاي صغيره لو جيبي كده اهو. حط الخل، عايزه تحطي نص الكميه خل ونص ميه مفيش مشكله، عشان في ناس ما بتحبش الاحماض الكتير، هنشيل دي على جنب. انا عن نفسي بحب الحامض كتير قوي في الاكل، لكن في ناس ما بتحبهوش، فانت مش شرط تحطي كل كميه الليمون والخل دي. يعني في حته الليمون والخل دي انت ممكن تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. بصوا انا بحب اقلب بالشوكه عشان تدوب حلو قوي اهو، يعني ممكن تكتفي مش بليمون، مش بليمونتين، بليمونه بنص ليمونه، ممكن تستغني عن الحامض تحطي يا خل يا ليمون، يعني حاجه من الاثنين. ان شاء الله هنعمل كذا نوع سلطه طحينه يمشي مع المشويات، حلو جدا. جربوا وصفتي بجد هتعجبكم قوي. اهم حاجه بس تدوبي الطحينه، الطحينه لما بتقلبيها حلو قوي كده بصوا بتبيض بعد ما بتبقى لونها اصلا، بغض النظر عن كوبايه الزبادي اللي محطوطه، يعني هي اصلا الطحينه بتبقى لونها غامق مجرد ما بتضربيها كده. ممكن تضربيها بالمضرب السلك اليدوي. هحط هنا الخضروات بتاعتي اهي، البروكلي حته صغننه كده، ممكن قرنبيط، يعني الحاجات اللي عندك جربيها صدقيني حلوه جدا اهو. خلي خطوه الخضار دي اخر حاجه عشان تكون دوبتي المكونات السايله مع بعض حلو جدا اهو. كده جاهزه على الاكل، عملنا احلى سلطه واسرع سلطه جنب المشويات، جربيها هتعجبك جدا. مش عايزه اقول لكم معلقه المستردة اللي انا حطيتها مديه ريحه عامله ازاي اهو. انا متقلاها شويه، انت عايزه تخففيها بتقللي السوائل اللي هو الخل او الليمون او الميه. في التقديم ما تخليش الاطباق مليانه قوي كده، ممكن تضيف طبق صغنن، تمام؟ ادي الطبقين جاهزين على الاكل. مش عايزه اقول لكم الريحه خطيره، جربيها زي ما انا عاملاها كده. بصوا دي كزبره اهي. الفيديو بتاعنا بسيط وسهل مفيهوش اي افتكاسات. ان شاء الله اشوفكم في فيديو اخر. باي باي، كل سنه وانتم طيبين.